بالنسبة للشركات الناشئة، للمؤسسات الناشئة للشباب، انطلقنا في 2020 ب 200 مؤسسة ناشئة، اليوم رانا في ما يقارب 8000، وألتزم أن العدد سيصل إلى 20000 عن نهاية العهد إن شاء الله. وكذا الأمر بالنسبة للمقاول الذاتي. بالنسبة للاستثمارات، الجو الحالي من الاستقرار والإمكانيات المالية التي تتوفر عليها البلاد أصبحت جاذبية البلاد شيء ملموس يوميا. ولما خلقنا الشباك الوحيد لابي السلطة لتشجيع الاستثمار، لاجونس وكالة لتشجيع الاستثمار، وصلت اليوم إلى ما يقارب 9000 مشروع استثمار. 9000 مشروع استثمار سيجعل إنتاج أو نسبة التنمية تاعنا تفوق 3.5-4%، وتخلق كذلك هي بالإضافة مناصب شغل، وتكون مدرة للثروة ولمناصب شغل في نفس الوقت. إذن الثقة الموجودة في البلاد اليوم خلت حاليا مشاريع حقيقية، البعض منها انطلق في الميدان في الإنجاز، والبعض راه ينتظر في العقار الصناعي وينتظر في ربما ظروف أخرى. وصلنا إلى 9000 مثل ما قلت لكم، 9000 مشروع استثماري هو موجود حاليا، ويعون الله إن شاء الله سنصل إلى 20000 مشروع استثماري خلال هذه العهدة هذه.